يكون هذا شاء الصورة أن يكون هذا الطريقين دائما في نفس الوقت. ولو أنه هذه قصة طويلة إذا كان مثلنا الشهادين يحكي كيف تحل بكل شيء من شهادة الصورة ولو أنه لم تكن مبرمجة كانت بالصدفة ولم يكتفي بهذا بل تم ترقيته نظر لعمله وبدأوا كمهندم انجينير شاف انجينير وشاف رتيبه ولم يتوقف عند هذا الحد بل واصل تكوينه وحضر عده دبلومات من المانيا وامريكا في ميدان التحضير والتكوين. هذه الصوره تعني كثير في حاله الكوش. الصوره مش معنى الاصدقاء اللي بقي يعتمد على رسولنا اليوم هذه صار زين.